هي مباراة للنسيان بكل تفاصيلها، فاحنا عايزين الافكار الفنية الجميلة اللي كانت موجودة جوه الملعب دي تتنسي، ما تتكررش تاني. في افكار فنية واحد خرزوتش عملها في ماتش المغرب وامريكا ما ينفعش انها تتكرر تاني خالص، زي الفكرة الفنية العظيمة اللي احنا كنا بننتقدها، وهي فكرة سامي مايه. سامي مايه بيلعب تالت تحت وسط رومان سايس ووسط نايف فقرات، علشان سامي مايه المفروض ان هو يرحل نفسه ويروح يعمل وجبات دفاعية ورا اشرف حكيمي. الشغل ده على الورق لذيذ جدا، بس جوه الملعب كتطبيق سامي مايه ما ينفعش ان هو يعمل الدور ده. اه والله ما ينفعش ان هو يعمل الدور ده، لان مدافع ما بيعرفش يدافع. مدافع كورته حلوه والكره في رجليه، غير كده ما بيعرفش يدافع. كريستيان بوليسيتش في لقطه الهدف الاول، بوليسيتش جاي من وراه وقطع واستلم وحط للراجل جاب جون. مع ان المفروض ان هو هنا لما المغرب بتبقى في الحاله الدفاعيه اشرف حكيمي بيرجع مكانه، انت بتكون مركزك ايه؟ تالت وسط رومان او وسط غانم ووسط نايف فقرات. ده مفروض يعني، لان ادم ماسينا هينزل ويبقى في مكانه ناحيه الشمال وحكيمي في مكانه ناحيه اليمين. دي فكره فنيه ما ينفعش تتكرر تاني. وبرده فكره عز الدين قناحي وفكره ان انت عايز تلعب عادل تعرابت وتخلي اللي يشيل نص الملعب لوحده يكون سفيان مرابط، دي فكره ظالمه. سفيان مرابط هيدافع لك كويس قوي، بس المفروض ايوه، ما المفروض اللي هيشيل نص الملعب سفيان مرابط في الحاله الدفاعيه، بس في الحاله الهجوميه مين اللي هيربط نص الملعب بخط الهجوم؟ لان نص الملعب بالنسبه للمنتخب المغربي اللي كان فيه عادل تعرابط واللي كان فيه كمان لعيب زي عز الدين قناحي، المفروض ان هما الاثنين يربطوا خط النص بخط الهجوم. طب ملاش دي، مش عارفين يربطوا خط النص بخط الهجوم، وطارق تسودالي وايوب الكعبي في جزيره معزولين على خط النص عادي. طب يرجعوا يدافعوا مع سفيان مرابط، ما بيعرفوش يدافعوا. طب تمام، يعني بسم الله ما شاء الله، لا عارفين يربطوا نص الملعب بخط الهجوم ولا عارفين يدافعوا، امال بيلعبوا اساسيين ليه؟ والله اذكر ميزه واحده بس تخليهم يلعبوا اساسيين وهم لا عارفين يدافعوا ولا عارفين يهاجموا، والاسم ان هم لعيبه خط نص هجوم بجد والله. يعني فكلنا لو حبينا نصنف مباراه امريكا هنقول ان هي مباراه عوده امين حارس للمنتخب المغربي، بس ان هي دي الحاجه الحلوه الوحيده اللي حصلت جوه الملعب، ان امين حارس كان موجود النهارده. انما غير كده كل الافكار الفنيه اللي وحيد خليزيتش قدمها حش ورمي على طول، افكار فنيه كارثيه. لولا تالق ياسين بونو الماتش كان راح لنتيجه كبيره. وبصراحه انا ما كنتش جاي على كده، انا كنت جاي على ان منتخب المغرب عنده عناصر تضاهي عناصر المنتخب الامريكي. كره القدم ما بين افريقيا وامريكا مختلفه معاك جدا، لكن الفروق الفرديه مش كبيره جدا زي ما ظهرت جوه المباراه. الفارق اللي كان ظاهر جوه المباراه هي افكار مدير فني بس، لا اكتر او اقل. فهارد لك للاخوه المغاربه اللي كانوا متعشمين ان هم يتفرجوا على ماتش حلو، وهارد لك ليا انا، لان انا بالنسبه لي انا المنتخب المغربي خذلني، لان انا كنت جاي على ان المنتخب المغربي يكسب ويقدم مباراه كويسه، لكن قدر الله ما شاء فعل. اتمنى ان وحيد خليزيتش يفكر جديا في فكره ان سليم ملاح يقعد دكه لعادل تعرابت او عز الدين قناحي، لان دي واحده برضه من الافكار الفنيه اللي الراجل ده لازم يتحاسب عليها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فده رايي ورد فعلي على مباراه المغرب وامريكا، وطبيعي ان انا انزل الكلام ده بعد مباراه المنتخب المغربي ما كانش موجود فيها جوه الملعب.